دكتور عماد تكلمنا قبل على التوابل ديال لي 5 بي اللي فيها اربعه ديال انواع ديال الابزار، الابزار الاخضر الاحمر الاسود والابيض. والابيض، فباش بالاخوات يتهناو ويعرفوا شنو هو الفرق بيناتهم. اذا الابزار او لو بوافغ فيغ روج نوار بلون، سهله بسيطه، ان الابزار الخضر لو بوافغ فيغ هو الابزار اللي باقي ما طابش، اذا كيكون باقي ما نضجش باقي ما طابش كيكون خضر، هذا هو الابزار الخضر. الابزار الاحمر هو الابزار اللي كنخليوه حتى كيطيب، اذا ملي كيطيب داك لو فخوي هذاك الابزار ملي كيطيب وكنخليوه باقي في النبته ديالو فكيعطينا اللون الاحمر، هذاك هو الابزار الاحمر. اذا بقى لنا الكحل والبيض. اذا الكحل هو كنشدوا الابزار باقي ما طابش، اذا ما كيوصلش لا ماتوراسيون ديالو، كنشدوا الابزار خضر وكننشفوه في الشمس. اذا ملي كننشفوا الابزار الخضر في الشمس كيوقع واحد الاكسده ديالو وكيولي كحل. والابزار الابيض هو الابزار الاحمر بلا القشره ديالو، سون بيريكارب، يعني ديك القشره اللي كتكون مغطيه الابزار الاحمر كنحيدوها وكيولي عندنا الابزار الابيض. ولكن هاد الابزارات كاملين بحال كاملين عندهم نفس الماده اللي هي لا بيبيرين. هاد الماده هادي ليلاش كتصلح؟ هاد الماده كتصلح كفاتح للشهيه. واحد الغلط كيديروا الاخوات بزاف، وكاين واحد المعلومات غالطه ان الابزار كيضر في المعده، فهذا مساله غالطه، غير هو خصو يكون فعلا الابزار، لان كاينين مواد اخرى كتخلط مع الابزار وهذيك هي اللي كضر المعده، بحال الكبابه بحال بزاف ديال الامور. اما الا خدينا الابزار حر، الابزار مزيان وطحنا على يدينا، فالابزار كيصلح المعده، يعني بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من ارتفاع الحموضه في المعده. الابزار كيتعتبر رافع للشهيه، اذا كيفتح الشهيه، والابزار كيتعتبر مساعد على الهضم. اذا هاد لابيبيرين اللي في الابزار كتصلح لهاد الامور هذه.